السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم دعاء رائع، دعاء معجزة، دعاء لما الإنسان يدعي به أكيد راح يكون في حفظ المولى عز وجل. الدعاء له عجائب وفوائد كبيرة. الدعاء هو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الدعاء هذا إذا قاله الإنسان، يعني إذا قال الإنسان أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه، ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وبيتي وأهلي وجميع ما أنعم الله به علي، حفظ الله له كل ذلك ولم يرى فيهم أي سوء، وحفظه الله أيضا من شر الإنس والجن. وهناك قصص يعني معجزة، قصص يعني تتحدث عن معجزة هذا الدعاء، عن يعني فوائده الكبيرة، فوائد يعني عظيمة. دعاء يعني لازم نحفظه ولازم يعني يكون معنا دايما، يعني في كل وقت وحين. الدعاء رائع والدعاء مستجاب. القصة تقول أنه أب خرج مع أبنائه من المسجد، يعني متجهين للمنزل، وإذ بابنه الصغير ينطلق جريا نحو المنزل. وكان هناك شارع يعني يفصل بين المسجد والمنزل، يمر به العديد من السيارات. فخشي الأب أن يصطدم ابنه بإحدى هذه السيارات، خصوصا أنه لم يحصن ابنه قبل أن يخرج من البيت كما كان يفعل كل يوم. فرفع صوته كي يحذر ابنه من السيارة المسرعة القادمة قائلا: يا سامر انتبه للسيارة. ولكن الولد كان منطلقا في الجري ولم يتوقف. وهنا يعني صاح الأب قائلا: استودعتك الله الذي لا إله إلا هو. ويقسم الرجل أنه لم ينتهي من ترديد هذا الدعاء إلا وسمع صوت فرامل السيارة وابنه يقف أمام السيارة، وبينه وبين السيارة أقل من خطوة. فسجد الرجل شاكرا لله أن ألهمه إلى ذكر هذا الدعاء وحفظ له ولده. إذن كان هذا الدعاء معجزة، دعاء يعني له فوائد كبيرة، دعاء لازم نحفظه ولازم نعلمه أولادنا، ونكونوا دايما يعني يكون الدعاء هذا دايما معانا، باش يعني يحفظنا من كل سوء ومن كل شر. إن شاء الله هنكون أفدتكم ولو القليل. تحياتي لكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة ودعمي، وأكيد إذا كنتوا جدد ما تنسوش يعني ديروا رنة للجرس والاشتراك في القناة وديروا تعليق شباب يحفزني. نكون دايما معكم إن شاء الله. في أمان الله وحفظه. السلام.